زي ما انتم شايفين طبعا يمكن اللقطات الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي النهارده في تطوان، ده التحرك بقى قبل مثلا ما تروح للفطار، وبعد كده عندك التدريب، وبعد كده كان في معاد تحرك لمدينه طنجه. كل حاجه اكيد معده من الجهاز الاداري، ويمكن الاهلي موجود في منتجع الفكره في حد ذاتها اللجنه المنظمه المحليه في المغرب لما جت وضعت الفنادق اللي ممكن الفرق تقيم فيها. على فكره مدينه تطوان مدينه جميله جدا، ممكن تكون موجود حتى في وسط المدينه ويبقى في تجاوب مع الناس، ويبقى في مكان ممكن تنزل فيه وقريب من ملعب التدريب وكل حاجه، لكن كان في تفكير ان الفرق تقعد في افضل الفنادق، وكمان في نفس الوقت تكون في حته هاديه، يبقى معسكر جيد جدا استعدادا للمباريات. زي ما انتم شايفين طبعا يعني افخم الفنادق الموجوده في المغرب اللي النادي الاهلي مقيم فيها، زي ما كان بيشارك قبل كده في اي احداث دوليه سواء في كاس عالم انديه في اليابان او حتى في اي مباراه وديه في اوروبا.